ننتقل إلى العملات اليوم. معنا من لندن السيد أليخاندرو زامبرانو، وهو رئيس محللي العملات في أمانة كابيتال. دعنا نرحب بك معنا. أولا دعنا نبدأ بالإسترليني اليوم، نشاط ملحوظ لكن نشاط سلبي بطبيعة الحال. تصريحات كارني لعلها ضغطت من الدرجة الأولى على الجنيه الإسترليني، هل ثمة عوامل أخرى؟ I would say Carney statement. نعم، بيانات أو تصريحات كارني انفعلت شيء، فهو قال بأن التضخم ارتفع بحدة والأسواق توقعت أن يفعل البنك المركزي شيئا في هذا المجال، لكنهم زادوا توقعاتهم للتضخم. هم يعتقدون أن التضخم سيرتفع ب 2.7% بحلول نهاية هذا العام، وبالتالي إذا بدأوا يعتقدون بأن التضخم سيرتفع فوق 2.7% قد يكون هناك تدخل من البنك المركزي الإنجليزي، وهذا ما تسبب بتراجع الإسترليني اليوم. طيب، لماذا لم نشهد تفاعل قوي من الدولار الأمريكي مع البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، طلبات إعانة البطالة ومؤشر أسعار المنتجين؟ هذه البيانات جاءت أفضل من التوقعات، وعلى الرغم من ذلك لم نشهد تفاعل كبير من الدولار، لماذا؟ السبب في ذلك هو أن الأسواق قد احتسبت رفعين للفائدة نوعا ما خلال الأشهر 12 المقبلة، وبالتالي ليس هناك أي شيء إضافي يمكن أن نفعله بخصوص الفائدة، فالأسواق قد تمركزت باحتمال رفع الفائدة من الفيدرالي، لذلك لم نرى رد فعل قويا من الدولار الأمريكي على هذه الأخبار. هناك قضية أخرى، وهي أن نمو الأجور، إذا نظرنا إلى بيانات وضع غير زراعية قبل بضعة أسابيع فكان هناك تراجع في الأجور، والأسواق تبحث عن ارتفاع في الأجور قبل أن تبدأ باحتساب المزيد من عمليات رفع الفائدة من الفيدرالي. نعم سيد أليخاندرو، للذين يتعاملوا في العملات، يعني ما هي العملات الأكثر حظا الآن والأكثر أمنا؟ أنت تعلم أن الين الياباني فقد المكان كملاذ آمن مع خفوت حدة التوترات السياسية التي تزيد من بريق الملاذات الآمنة في العملات أو حتى السلع. إذا نظرت إلى المضاربة نجد بأن الاسترليني دولار ملفت، لأنه ما قاله المركز الإنجليزي يغير قواعد اللعبة، وبالتالي هم لن يفعلوا شيئا، ويجب أن نرى الناس يجب أن يتخارجوا من الاسترليني بسبب ذلك، وبالتالي المركز الإنجليزي لن يستطيع فعل شيء، وأنا أركز على هذا الأمر حاليا. أمور أخرى يجب أن أركز عليها هي الدولار النيوزيلندي. طبعا كان لدينا اجتماع في البنك المركزي النيوزيلندي البارحة، والأسواق هناك كانت متساهلة، وسيكون هناك ضعف في النيوزيلندي في المستقبل. شكرا السيد أليخاندرو زامبرانو، رئيس محللي العملات في أمانة كابيتال، شكرا جزيلا لك.